نقول لحضراتكم اللعيبه بالظبط. ايوه كده، ادي خالد الغندور، تتلعب لابراهيم، لهادي، مصطفى النادي الاهلي، وحسام حسن، هادي سيد عبد الحفيظ، سعيد عبد العزيز، وبدايه هجوميه، وهشام حنفي يلم هشام، ومعاه كولوبالي، هشام كولوبالي يرجعها هشام لسعيد، وسعيد يلعبها، وعلى طول عبد الواحد يطلع اول كوره برشاقه ومرونه، ضربه ركنيه. هجوم مباغت للنادي الاهلي، وكره خادعه لسعيد عبد العزيز، هنشوفها مره ثانيه، وعاوز يلفها انما لفت، وكان متقدم عبد الواحد زي ما حضرتك شايفين، انما خد الخطوه ونط. وادي السيد عبد الحفيظ، والضربه الركنيه للنادي الاهلي. يبدو في تحذير من مستر من كيم ميلتون لبشير التبعي و حسام، راح لهم واتلعبت الكوره، ومره ثانيه ضربه ركنيه للنادي الاهلي. ضربه ركنيه للنادي الاهلي، وسيد عبد الحفيظ، وادي كولوبالي اهو، وادي سيد عبد الحفيظ، وتتلعب الكره ويطلعها على طول دفاع الزمالك. عبد الحليم يلعبها على طول لخالد الغندور، ويبدو ان دي الجبهه الشمال بتاعه الزمالك اللي هتبقى ايضا هي مصدر الهجوم. وادي على طول تكني يرد هذه خشبه كده، هو يرد هشام حنفي بمبدا السلامه، ويطلع كوره ضربه ركنيه. يبقى كده شكل مباراة، مفيش حد باكي على حاجة، واللعب مفتوح زي ما حضراتكم شايفين، ويبقى كده أحسن حاجة عملها الكوتش بتاع كل فريق. ضربة ركنية لنادي الزمالك، هيلعبها خالد الغندور، خالد اللي فيها تطلع بره شاط الأرض تقريبا، وتبقى ضربة مرمى لنادي الأهلي. عصام الحضري، ابراهيم سعيد، كولوبالي على فكره واخد واجب ان هو يراقب هشام حنفي، واضح جدا اهو ان هو النهارده مش هو اللي هيتقدم، بل بالعكس واخد واجب دفاعي على هشام حنفي، والجبهه الشمال. وبانت اول تعليمات مستر فوستر الالماني بالنسبه لكولوبالي. تتلعب الكوره، وادي كولوبالي، هل هيرجع بمستوى العالي؟ واضح جدا ان لياقته كويسه، وماشي كولوبالي، ماشي كولوبالي، ماشي كولوبالي، ويشوط، وضربه مرمى للنادي الاهلي. 100% دلوقتي مستر سوبر هيفكر له بسرعه، لانه واضح جدا انه راجع بعد غيبه، عنده رغبه شديده للعب، وعنده مهمه على هشام، وايضا مهمه هجوميه. ده اللي هنشوف تسوبل هيعمل ايه دلوقتي بالنسبه لكولوبالي. ادي كولوبالي يلعبها على طول لاحمد عبد الحليم، لعبد الحليم علي، وتطلع كوره بره الملعب اوت من ابراهيم سعيد. مصر تسوبل، رامي التماس للزمالك، تتخطف وياخدها احمد عبد الظاهر، سعيد عبد العزيز، واول خمس حسين شكري، واول خمس دقائق من بدايه اللقاء الاهلي والزمالك، ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف، انما واضح ان الزمالك بادي بدايه هجوميه اخر. وادي تصويبه من عبد الحليم علي زي ما احنا شايفين اهو. يبقى مستر فوستر عمل تشكيل هجومي على اساس انه يخفف الضغط الهجومي للنادي الاهلي، وفعلا نجح هو في اول خمس دقائق انه يهاجم ويفتح، ونص الملعب بتاعه لسه ما بانش ابدا في تحفظ من النادي الاهلي، وفي تهور هجومي من النادي الزمالك زي ما احنا شايفين، ونجح ان هو يصل الى مرمى النادي الاهلي. تتلعب الكوره، وعلاء، علاء يلعبها لسعيد اللي بيضم للداخل، ويلعبها لحسام، انما تسقط الكره لايمن عبد العزيز، عمرو فهيم، حسين شكري، احمد عبد الظاهر،
عاملين ضغط على الثلاثه دول. خلي بالكم معايا، النادي الزمالك عامل ضغط على الثلاثه، ابراهيم سعيد واحمد عبد الظاهر وحسين شكري. هل هيلاقوا معاونه من هادي اهو ولا ايه بالظبط؟ هيسيبوهم لوحديهم الثلاثه؟ ده اللي هنشوفه، لان طبعا فرق الخبره هنشوف دلوقتي ايه بالظبط. ادي هشام هنلاقي على طول كولوبالي، هادي خشبه، وهادي خشبه على الجنب على طول لابراهيم، ابراهيم يلعبها لحسين، وحسين يعدي ويخش مع الدوماني اللي بيقوم بواجبه الدفاعي. ادي مستر سوبر اهو على طول بيلحق على طول من المدربين اللي بيلحقهم الاخطاء او بيشوف الحته اللي يعدي منها وبيبدا ينبه على طول اول باول. رامي التماس للنادي الاهلي، ابراهيم يطلعها الغندور بره الملعب. ادي طبعا هو قاعد النهارده ما فيش ملامه عليه، ولكن ممكن يكون عامل شوخ، انما اكتر واحد في الملعب اعصابه هاديه هو، لان ما فيش حد هيقول له غير لو عمل حاجه هيبقى برافو، لو ما عملش الاعذار ليه. فبالتالي قاعد زي ما احنا شايفين كده بمنتهى الطمانينه. ايمن عبد العزيز، وادي الاثنين الثنائي هم واخدين الثلاثه وفي قدام، وادي كولوبالي وادي ايمن عبد العزيز. يلم ايمن يلعبها لعبد الحليم ليسقط النص. ايمن وحسام وضربة حرة مباشرة لنادي ازمن. ايمن عبد العزيز وبداية هجومية لنادي الزمالك بعد دقيقتين هجوم للنادي الاهلي، وتتلعب الضربة الحرة عكسية وضربة راس يطلعها على طول وتوصل الكرة لطارق السعيد اللي بيلعب باك شمال النهارده، هو الغندور ناحية جبهة شمال، وطارق السعيد يلف ويلعب وعادي ويطلع على طول عصام الحضري ويمسك. يشوط عصام، ترد الكرة لهشام حنفي وياخد فاول من ايمن وتحذير شفهي كده من كين ميلتون، وتتلعب الضربة الحرة مباشرة والناحية اليمين اللي بيركز عليها النادي الاهلي، وتتلعب الكرة لعلاء ابراهيم، انما مشاور اللاين زمان نيلسون، ضربة مرمى لنادي الزمالك. عبد الواحد السيد، شوفوا لما الكرة بتبقى فيها لعب الجماهير على طول كل حواسها معاها، وتتلعب الكرة وتقلش وتروح لطارق السعيد، استخدام ليه هو والغندور في الجبهة دي. ادي الغندور وبكعب رجله يلعب على طول طارق، واصبح دلوقتي مهمه حسام ابراهيم حسن ان هو يتاخر، لان دلوقتي الزمالك رامي عليه طارق السعيد وخالد الغندور. هنشوف بقى السيد عبد الحفيظ وابراهيم حسن هل هيأثر الكلام ده على واجبهم الهجومي، ده اللي هنشوفه مع بعض. خالد الغندور ورامي التماس تتلعب على طول، هادي خشبه على طول هشام حنفي، ماشي هشام ماشي هشام ماشي هشام، وسامي الشيشيني يقطع كده بعقل وياخد فاول تعطيلي ومن علاء ابراهيم، وضربه حره مباشره للنادي الزمالك، وواقع هشام على الارض وان شاء الله يقوم سليم. انما الشويه اللي لعبناهم واللي شفناهم مع بعض اللي هم حوالي 9 دقايق ونص، نلاقي ان في شغل في الملعب. نادي الزمالك في شغل، الجبهه بدا هم اللعيبه، انما في شغل في الملعب ايضا. النادي الاهلي في شغل في الملعب، هشام حنفي بيضم للداخل ويخش مكانه سعيد عبد العزيز، والناحيه الجبهه اليمين للاهلي تعطلت شويه عشان تراقب خالد الغندور وطارق السعيد، فاتعطل التمويل لحسام حسن وعلاء ابراهيم. هشام كان بياخد هو الدور الايجابي عشان ينطلق في العمق، لسه دلوقتي ما نجحش لغايه دلوقتي. في شغل مدربين وفي لعيبه بتحاول تنفذ، وهو ده الفرق بين ده وده، يعني بين الاجهزه. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك. سامي الشيشيني عمرو فهيم لطارق السعيد، وضحت جدا جدا خطه نادي الزمالك الهجوميه، ومستغل الجبهه الشمال عن طريق خالد الغندور وطارق السعيد. تتلعب ضربه المرمى ليه سعيد عبد العزيز، شوف حضراتكم بيلم في نص الملعب،
وعشان هشام بيطلع قدام، هو بيخش جنب هادي خشبة عشان يظبط نص الملعب. ادي حسين شكري، سيد عبد الحفيظ، سيد وطارق السعيد، وعلى طول طالع له ابراهيم، انما طارق يقطع ورامي التماس للنادي الاهلي تتلعب على طول، انما مقفل سامي الشيشيني ويلعبها على طول ناحيه الشمال، وهادي يقطع احمد عبد الظاهر، يطلع على طول عبد الواحد السيد ويمسك يشوط عبد الواحد. وعشر دقائق تقريبا من زمن الشوط الاول ولا زالت النتيجه التعادل بدون اهداف بين الاهلي والزمالك. وادي كوره لازم عصام يلعبها برجله، ولعبها فعلا برجله، تسقط للتبعي وحسام، التبعي بدماغه بيشيل التبعي سامي الشيشيني، وضغط من علاء وتخبط الكوره فيه، وبعقل جدا عبد الواحد عارف ان فيها لولبه كده هتسقط وتلف، وعلاء داخل ما عملش حسابها، انما عبد الواحد هو اللي عمل حسابها واستناها لما تنزل وخد قراره بدل ما كان يطلع ويمسك الهواء. شوف كم مره شفنا خالد الغندور هنا، يبقى وضحت جدا شكل الهجوم لنادي الزمالك. وادي عصام الحضري ويصد فرصة كبيرة جدا، هنشوفها مرة تانية اهو من كورة عالية، وعبد الحليم علي يلعبها، انما الحضري صاحي ويمسكها. وزي ما بقول لحضراتكم اللعب مفتوح، والميزة بقى ان الزمالك هو اللي بيهاجم واخد النادي الاهلي في نص ملعبه دلوقتي، وهو اللي عمل مشكلة للنادي الاهلي الهجومية، رغم ان احنا واحنا بنشوف التشكيل قلنا ان خط الوسط بتاع النادي الزمالك هنشوف هيعمل ايه دفاعيا، فهو ناجح هجوميا لغايه دلوقتي. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، و100% مستر اتسوبل دلوقتي هيبدا يقوم ويكلم ويسد، لان قطعوا الجبهه اليمين بتاعته النشطه ابراهيم وسيد، وقفت شويه. وادي كولوبالي يلف كوره فوق ضربه مرمى. واحد يقول لي ايه اللي حصل في المباراه في ال 12 دقيقه اللي حصلت؟ اللي حصل ان الزمالك عمل تشكيل هجومي ونجح ان هو يباغت النادي الاهلي بانه يهاجم وياخده في نص ملعبه عن طريق عبد الحليم وخالد الغندور وكولوبالي في النص وطارق السعيد في الشمال، وكانش طبعا النادي الاهلي عامل حساب المباغته الهجوميه ديت. نمره 2 الزمالك قطع ابراهيم وسيد عبد الحفيظ، ضغط عليهم الجبهه اليمين فقطع التمويل الرئيسي للنادي الاهلي. هنشوف بقى النادي الاهلي هيفك الرمز ده ازاي. وخلطه غلطه كبيره وفرصه عمره ضيعها ايمن عبد العزيز، ضيع فرصه عمره، وهنشوفها مره ثانيه اهو. يعني قمه بيرقص، ودي تترقص هنا راجل احمد عبد الظاهر عاوز يرقص ايمن، وايمن يخطفها ويضيع فرصه لنادي الزمالك، ويحمد ربنا احمد عبد الظاهر. طبعا لو الكاميرا جابت مستر اتسوبل هتلاقيه شايط من احمد عبد الظاهر. عموما المباراه جميله جدا وفيها اثاره وفيها ايجابيه على المرميين، ونادي الزمالك اكتر ايجابيه زي ما احنا شايفين. اهو مستر اتسوبل بيقول له يا راجل في حد يعمل كده على طول؟ يلعب الكره على طول. ده باكنباور نفسه ما كانش بيعمل كده. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي، وهشام حنفي تتلعب الكره وتوصل لسيد عبد الحفيظ، يطلعها على طول للتبعي ابراهيم بفدائيه يلعبها، ترد الكره لهادي. الزمالك بيرد في نص ملعبه زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت. وادي فاول على بشير التبعي وانذار على طول، ما فيهاش كلام ما فيهاش كلام، لانه صفر. هتبص للحكم هيديك انذار، وهو دي الحاجات اللي الحكام الاجانب لما حد يبص له ولا حد يشوح له في اللعبه الثانيه على طول ما عندهمش ان حد يعمل كده على طول، بيمتثل وياخد قرار ان الحكم مش هيرجع في كلامه ثاني. انذار لبشير التبعي وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. واقع حسام على الارض وبيتعالج وان شاء الله يقوم سليم. انما الربع ساعة اللي اتلعبت ولا زالت النتيجة التعادل بدون اهداف، ربع ساعة فاجئنا بيهم
نادي الزمالك بالناحيه الهجوميه عن طريق الغندور وعبد الحليم وعبد اللطيف، واستغلوا وقفوا الجبهه اليمين بتاعه النادي الاهلي النشطه الهجوميه ابراهيم حسن، وفي مساحات فاضيه في خط ظهر النادي الاهلي عند حسين شكري وعبد الظاهر وابراهيم سعيد. وهشام حنفي لسه ما جابش فورمته في الربع ساعه اللي اتلعبت، ونجح الزمالك ان هو بعد دقيقتين من هجوم للنادي الاهلي، ولكن بعد كده امتلك ونجح وضاعت فرصه من ايمن عبد العزيز من خطا قاتل من احمد عبد الظاهر، وعصام الحضري صد جميل. ادي هشام سابها للسيد وتلف كورته حلوه بيلعب كور حلوه قوي وضربه راس جميله من ابراهيم يمسكها عبد الواحد السيد اللي فايق قوي النهارده. ولو شفناها مره ثانيه شوف الكوره بتعمل لولبه ازاي ومقابلها على طول ابراهيم، انما صاحي قوي عبد الواحد، والنهارده عصام الحضري وعبد الواحد يعني مصحصحين جدا. تتنقل الكوره على طول لطارق. طارق للدماني، والدماني اماميه لطارق السعيد. تقف الكوره لابراهيم زي ما احنا شايفين، ويلعبها لشكري، وشكري يجيب منها ضربه مرمى. انما الله يكون في عون ابراهيم النهارده بيقوم بواجبه الدفاعي، مطلوب منه النهارده يقوم بواجبه الدفاعي وفي نفس الوقت واجبه الهجومي، يقابل طارق السعيد وخالد الغندور، وفي نفس الوقت يقوم بواجبه الهجومي. هنشوف مع بعض. 16 دقيقه اهو، والاهلي والزمالك متعادلين بدون اهداف، ولكن رغم التعادل السلبي انما اللعب ايجابي لكلا الفرقتين. في مساحات فاضيه في خط ظهر النادي الاهلي بعكس نادي الزمالك، ما فيهوش مساحات فاضيه. شوف حضراتكم بيلموا على طول على عنق الزجاجه، شوف كام واحد ابيض على طول بيقفلوا مظبوط هنا اهوت. لما الكره بتتنقل الناحيه الثانيه في مساحات بقى فاضيه هنشوفها مع بعض. ادي ايمن، وادي على طول اهو لعبد الحليم علي اللي بيتحرك النهارده عامل ماتش كويس. ماشي عبد الحليم ويرجعها ورا لايمن، وايمن يغمزها لكولوبالي، انما يضغط على كولوبالي ويشوط قنبله كولوبالي بيتابعها عصام الحضري انما بجوار القايم الشمال مباشره، وتبقى ضربه مرمى. شوفوا حضراتكم ادي كولوبالي وضغط عليه انما حط رجله وتطلع الكوره بتاعته بجوار القايم زي ما احنا شايفين، ضربه مرمى للنادي الاهلي. كانت شهره كولوبالي في مباراه في النادي قدام نادي الكروم، اول مباراه ليه لعبها مع نادي الزمالك في استاد اسكندريه، واطلق قذيفه من نص الملعب، دي كانت بدايه شهرته، وبعد كده يعني ما اداش العروض الطيبه. انما النهارده شكله رغم ان هو بعيد عن الملعب فتره طويله انما عامل شغل كويس. ادي خالد الغندور وتتلعب كوره لكولوبالي، وكولوبالي يفتح اللعب ناحيه اليمين على طول لاحمد صالح، واحمد صالح يلعبها لعبد الحليم علي ويلفها عبد الحليم ويمسكها عصام الحضري. لغايه دلوقتي الثلاثي حسين شكري واحمد عبد الظاهر وابراهيم سعيد الثلاثه مش ماسكين احمد عبد الحليم ولا الدوماني، لان في مساحات فاضيه بينهم وبين بعض وبيهربوا منهم، بيسقط عبد الحليم علي في نص ملعب ويجي لهم بالكوره، فعشان كده في مساحات فاضيه كتير. فاول اللاينز مان اهو ايمن وسيد، والاثنين زملاء في الفريق الاولمبي ومن اختيار حلمي طولان في فريق تحت 19 سنه. وهنشوف الكاميرا تقرب شويه عشان نشوف مستر كيم وسيد عبد الحفيظ واقع على الارض وبيكلم الحكم ابراهيم، ومعاه جينز الحكم نيلسون اللاينز مان. قام سيد، من مميزات الحكم ده انه هادي جدا، حكم لقاء الارجنتين وانجلترا في كاس العالم في فرنسا، وكان في منتهى القوه والاثاره وكان ظابط اعصابه مظبوط جدا. هنستهدف مع بعض بضربه حره مباشره للنادي الاهلي، واتنقل لها سعيد عبد العزيز. سعيد يلف الكورة يطلعها سامي لأيمن بره الملعب اوت، رمي التماس للنادي الأهلي. إبراهيم حسن ورمي التماس للنادي الأهلي، تتلعب على طول لسيد، وسيد وضربة ركنية للنادي الأهلي.
شوف المباراه هنا وهنا واللعب ايجابي. الجميل في هذا اللقاء ان اللعيبه ممتثله للكلام اللي اتقال لهم زي ما انا شايف من كل المدربين سواء سوبل او بالنسبه لنادي الزمالك. سيد عبد الحفيظ وضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب على طول الضربه يطلعها التبعي لسعيد عبد العزيز بيضم للداخل هنا وزي ما احنا شايفين يلعبها وحشه تتقطع وترد له ويخش جامده بره الملعب او ترمي التماس للنادي الاهلي. احمد صالح لسه ما شفناهوش لغايه دلوقتي ليه؟ لان هشام حنفي مش في فورمته لغايه دلوقتي راجع من اصابه والطرف الشمال للنادي الاهلي لسه ما اشتغلش والطرف اليمين معطل نظرا للضغط عليه عن طريق الغندور فبيضطر ان هو يثبت في الحته دي فبالتالي الزمالك خد المبادره الهجوميه لغايه دلوقتي من النادي الاهلي. جبهه شمال معطله سعيد وهشام، هشام لسه ما جاش الفرصه بتاعته او مش فورمته والجبهه اليمين اللي احنا فيها دي عطلها الزمالك شويه ووقف ابراهيم وسيد. تتنقل الكوره ناحيه اليمين لعلاء يتضغط على علاء وتتخطف وياخدها ايمن عبد الظاهر وعبد الحليم يرجعها عبد الظاهر وعلى طول عصام الحضري يطلع كوره بره الملعب او في وسط الملعب. كولوبالي وهشام الاثنين في مباراه ما بينهم وبين بعض النهارده ويطلع هشام الكوره بره الملعب اوت. 21 دقيقة تقريبا من زمن الشوط الأول الجميل من كلا الفريقين ولا زالت النتيجة التعادل دون أهداف. وأدي كولوبالي ماشي ويلعبها على طول وتروح ناحية الشمال يفوتها لطارق السعيد وطارق السعيد يلعبها عرضية تطلع كرة وتضرب الكرة مرة ثانية في عبد الظاهر وترد في نص الملعب لسامي الشيشيني. سامي الشيشيني يلعبها يقطعها حسام وتروح الكوره لعلاء وعلاء لسه بيفكر ويفكر طبعا كله رجع وضرب لخمه ورجعها لهادي وهادي لابراهيم واول مره نشوف ابراهيم وهشام اللي بيروح هناك بيدعم سيد عبد الحفيظ بقى ثالث عليهم هناك وسيد ياخد الكوره وماشي ويلف كوره عرضيه يطلعها على طول التبعي بدماغه وبدا النادي الاهلي يصحصح هجوميا وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ادي تسقط الكره اهو لهشام. الحاجه الجديده دلوقتي اللي مستر سوبل بيعملها ان هشام هو اللي بيروح هناك عند ابراهيم وعند سيد عبد الحفيظ عشان اللي يدعم الناحيه الهجوميه وعشان خاطر الحته دي تنشط شويه. ما جاش بيه ناحيه الشمال انما خده وراح بيه هناك وتاني فاول تقريبا يتعمل للنادي الاهلي على هشام حنفي اللي واخد واجب انه يروح هناك شويه وسعيد عبد العزيز بيخش مكانه في نص الملعب. اهو شوف حضراتكم هناك اهو بيروح ناحيه ابراهيم وسيد عبد الحفيظ. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي وسعيد عبد العزيز. ألحت الشوط ألحت اترفع شكل سعيد عبد العزيز كده عاوز يشوط. حيطه من نادي الزمالك وداخل سعيد وشاط شوطه جامده يمسكها على طول عبد الواحد السيد. عطله بفاول خططي كده هشام حنفي عشان يرجع لمكانه. عبد الواحد السيد يلعب الكرة أمامية إبراهيم على طول رمي التماس لنادي الزمالك. عمرو فهيم اللي بيلعب النهارده مكانه المساك لغاية دلوقتي مكان هيثم فاروق عند انذارين يلعب رمية التماس للغندور. علاء يغمزها بدماغه انما مميل سامي الشيشيني وطلع كوره ولاين زمان بيقول رمية التماس للنادي الاهلي هيلعبها ابراهيم. هبط بدا النادي الاهلي يهاجم وبدا وهبط نادي الزمالك ولكن المساحات الفاضيه في خط ظهر النادي الاهلي تقلق. وادي طارق السعيد وماشي طارق السعيد ماشي طارق السعيد يلعب كوره شوف المساحات الكبيره ازاي وتنقل الكوره يتضغط وياخدها النادي الاهلي. سامي الشيشيني يقلش انما تمشي كورته على الجنب زي ما احنا شايفين وتروح لخالد الغندور. خالد الغندور ايمن عبد العزيز طارق السعيد يتضغط عليه من هشام وتروح لايمن. ايمن يلعبها
حسين شكري والدوماني، تتلعب كره بالعرض لكولوبالي، تتقطع وياخدها على طول حسام اللي راجع يساعد في نص الملعب، وماشي حسام يغمزها لسعيد، وسعيد على طول لهادي، وهادي يلعبها اماميه لسيد عبد الحفيظ، يرقص ثلاثه بلعبه، وماشي سيد، وماشي سيد يلعبها من هنا على 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 وفرصه قصاد فرصه، وهجمه للنادي الاهلي منظمه، وزي ما ايمن عبد العزيز ضيع فرصه اعتقد، شوف بقى سيد عبد الحفيظ عدى من ثلاثه، واول مره نلاقي مساحات فاضيه في خط ظهر نادي الزمالك، واتلعبت الكوره حلوه قوي لعلاء، وعلاء من غير ما يبص لعب كوره بره وتبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. مش بقول لكم مباراه جميله وفيها ايجابيه على مرميين، وشفتوا اهات الجماهير وتبادل الهجمات وتبادل الخطوره بين الفريقين لغايه دلوقتي. طارق سعيد، ايمن عبد العزيز، طارق سعيد، تتلعب تخبط في شكري وياخدها ابراهيم لسيد، هادي، حسام، سعيد اللي بيخش في نص الملعب يلعبها لهشام حنفي لهادي خشبه، وطالع له سيد قدام في النص، وسيد ماشي، وسيد ماشي، وسيد ماشي، انما تلاقي رجل سامي الشيشيني وتروح لايمن عبد العزيز، ايمن عبد العزيز ماشي ماشي ويعدي وماشي معاه ابراهيم سعيد، ومعاه ابراهيم سعيد، واللاين زمان هنشوف هيقول ايه، هيقول ضربه مرمى للنادي الاهلي. اتاخر شويه هادي خشبه مع الثلاثي حسين شكري واحمد عبد الظاهر وابراهيم سعيد عشان يحد من المساحات الفاضيه الكبيره ويستفيد بخبرته، ودخل هشام حنفي مكانه في نص الملعب، ودخل كمان سيد عبد الحفيظ مكانه في نص الملعب. هنشوف مع بعض لما الكره تيجي. ادي كره عاليه من سيد وتوصل، انما في رايه وفي صفاره، راجع من الخلف الامام علاء ابراهيم، وضربه حره غير مباشره لنادي الزمالك. حوالي 27 دقيقة من زمن الشوط الأول، ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. خالد القندور الخبرة اللي موجودة قدام مع سامي الشين، الخبرة موجودة ورا، الاثنين بيبدأوا يعني ده ظابط ورا وده بيحاول إنه ياخد الجبهة الشمال ونجح فيها لغاية دلوقتي، إنما إبراهيم وسيد مقفلنا عليه تماما، ولكن هو عطلهم في الناحية الهجومية، عشان كده ما شفناش كرات عرضية كتيرة جدا اتلعبت لحسام حسن من الجبهة اليمين. ايمن عبد العزيز وضربه حره مباشره للزمالك، تتلعب علي وعلى طول عصام الحضري تمسك. بايده عصام لابراهيم، ابراهيم للسيد، وعلى طول ضغط عليه طارق السعيد، وضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. حسين شكري، هادي خشبة، سيد عبد الحفيظ، وبياخد فاول من طارق السعيد اللي رقيب عليه هو على طول طارق السعيد، وتتلعب كورة انما الحكم بيرجعها مرة تانية. واضح جدا ان طارق السعيد واخد مهمة سيد عبد الحفيظ ومقريفه لغاية دلوقتي. المرة الوحيدة اللي هرب منه سيد عبد الحفيظ عمل كرة جميلة جدا لعلاء ابراهيم. لسه مفيش كرات عرضية عالية لحسام، لأن الجبهة اليمين زي ما بقول لحضراتكم واقفة. ابراهيم حسن طلعت له تعليمات إن هو يتحفظ على خالد الغندور، لأن الجبهة الشمال دي فيها ناحية نشاط شوية. هشام حنفي بيخش في نص الملعب، عشان كده الجبهة الشمال ما شفناهاش لغاية دلوقتي. وأدي تصويبة من ابراهيم سعيد، وترد له الكرة مرة تانية، وكرة بينية أول مرة نشوف أهو أحمد صالح وسعيد، وفي راية وصفارة، وضربة حرة غير مباشرة لنادي أزمة. بيشيل التبعي كولوبالي، مع الوقت بدأ يقل، ما بنشوفوش كتير في الكادر ولا في المباراة عكس أول ربع ساعة. أدي أهو كولوبالي أهو، وتوصل الكرة لعبد الحليم اللي في نص، بيرد في نص الملعب، عامل مجهود كبير جدا عبد الحليم علي، وتروح الكره لابراهيم يلعبها
انما مين اللي قاطع بقى؟ ده الغندور اللي قاطع ومعدي وقاطع كرة بتاعت ابراهيم. زي ما بقول لحضراتكم الاثنين دول مقرفين جدا، ابراهيم وسيد عبد الحفيظ، ولازم مستر السوبر هيشوف لهم حاجه، هنشوف هيعمل ايه. وادي كولوبالي عاوز يتلم وعاوز يلاقي حته يشوط منها، انما الضغط عليه من مين؟ من حسام اللي راجع في نص الملعب وياخد الكره. حسام اهو شوف المجهود الكبير بتاع حسام حسن، راجع وقفل على كولوبالي. وادي هشام يعدي ويعدي مره ثانيه وماشي ورقص، انما تتخطف وياخدها عمرو فهيم، وعمرو فهيم يلعبها اماميه وعبد الظاهر على طول يطلع. ووقع هشام حنفي تقريبا، قام اهو الحكم بيكلمه. حسام بيقول له يعني انت رقصت الثانيه لازم ترجع بيها 100%، بيقول له كده. ادي احمد صالح الباك اليمين اللي ما عليهوش حاجه، مريح قوي لغايه دلوقتي. وتتلعب الكوره، الاثنين رافعين رجلهم مع بعض. وادي هادي خشبه وتمريره وحشه يقطع التبعي، بيدور يدي مين، يلعبها للدوماني وشكري وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. كل الشغل بتاع نادي الزمالك عند ابراهيم حسن وسيد عبد الحفيظ، ولا زال ابراهيم حسن صامت تماما وبيلم عليه حسين شكري، ولكن اللي اتاثر النادي الاهلي بالناحيه الهجوميه اللي كان بيقوم بيها ابراهيم وسيد عبد الحفيظ. او شوف حضراتكم كل الشغل هناك، الدوماني، خالد غندور، طارق السعيد، في الحته ديت اللي هي الممول الاساسي لهجوم ومصدر الازعاج للفرق الاخرى اللي هي الجبهه اليمين للنادي الاهلي الدفاعيه. ضربه حره مباشره للنادي الزمالك وخالد الغندور يلعبها عاليه وضربه راس، ولسه كره في الملعب ويمسكها عصام الحضري من كولوبالي. لسه العاب الهوا لغايه دلوقتي للثلاثي حسين شكري واحمد عبد الظاهر وابراهيم سعيد، فيها كده نوع من اهو هنشوفها مع بعض كذا كره عاليه لغايه دلوقتي. ادي الراجل اهو لوحده كولوبالي، انما في العاب هوا كده عبد الحليم والكولوبالي وعبد اللطيف عاملين ازعاج في الكرات العاليه. احمد صالح وفاول، ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. 32 دقيقة من زمن الشوط الأول الجميل اللي فيه لعب وفيه كورة. ولا زالت النتيجة التعادل بدون أهداف. يبدو إن في شبورة في الملعب، لان الصوره كده في الكادر باينه ان في حاجه كده، ان فعلا في شبوره نازله. كل سنه وانتم طيبين بقى، الشتاء جه ولا في شبوره فعلا باينه كده على الشاشه، ما هواش تصوير ولا اخراج، انما حاله طبيعيه بقى بتقابل. واحنا شفنا قبل كده ماتش اتلغى اخر 5 دقايق في كوبا امريكا من الشبوره اللي نزلت، انما الحمد لله طقسنا هنا كويس، الشبوره وهتعدي. فاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. واتنقل لها خالد الغندور عشان يلعبها. يلفها وجول. يلفها وهدف لبشير التبعي. بشير التبعي يحط هدف الأول في اللقاء بعد 33 دقيقة. لسه بقول لحضراتكم ان العاب الهوا بالنسبه لخط ظهر النادي الاهلي فيها كلام، والغندور يلف كوره ويقابلها بشير التبعي ويتقدم الزمالك بهدف جميل من ضربه حره مباشره احرزها عبد الحليم علي. هنشوفها مره ثانيه اهو، لازم نركز ونشوف الصوره تقرب شويه على محرز الهدف. نقرب على الصورة على محرز الهدف، هنشوفه مرة تانية. ملعوبة حلوة قوي قوي. عبد الحليم علي. عبد الحليم علي في الدقيقة 33 من الشوط الأول يستقبل كرة خالد الغندور بضربة رأس جميلة على يمين الحضري عشان يتقدم نادي الزمالك بهدف للا شيء بعد مضي 32 دقيقة. لسه بقول لحضراتكم ان العاب الهوا فيها الثلاثي حسين شكري واحمد عبد الظاهر وابراهيم سعيد في ازعاج عليهم،
وادي الغندور يلف كوره ويستقبلها. بشير التبعي اللي احرز الهدف. بشير التبعي زي ما قلت في الاول المذيع الداخلي هو اللي لخبطنا. بشير التبعي هو اللي احرز الهدف في الدقيقه 33 من الشوط الاول، ومعذره لان احنا بنذيع من فوق وفي شبوره كمان، يعني من اعلى نقطه في الاستاد وفي شبوره في الاستاد فمغطيه النمر. فاحنا قلنا بشير التبعي استقبل الكره حلوه قوي 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 ولعبها جاي زياده من الخلف للامام واستقبل كره الغندور واحرز هدف المباراه الوحيد لغايه دلوقتي بعد 33 دقيقه. تقدم الزمالك بهدف لبشير التبعي. احمد صالح، عبد الحليم، طارق يشوط ترد لخالد الغندور. هو محور الاداء وهو الورقه الرابحه لنادي والخبره لنادي الزمالك النهارده خالد الغندور، اللي للفضل ان الزمالك النهارده اصبح له شكل هجومي وهو اللي نفذ خطته من الناحيه الشمال، وهو اللي عامل ازعاج للجبهه اليمين لنادي الاهلي، وهو اللي رفع الضربه الحره المباشره اللي جه منها جون واللي احرزه بشير التبعي. لازم نديله حقه خالد الغندور. يتلعب الكورة و ضربة ركنية للنادي الزمالك. أول مرة ما بنشوفش العصام الحضر يطلع في الكرات العرضية اللي كانت بتتلعب، لأن الكرة فيها واو لعبها الغندور زي ما بيلعب سالم حفيظ فيها لولبة بتبعد كل ما بتمشي. وادي ضربة ركنية وخالد الغندور يلعبها بوش رجله عالية ويطلعها على طول سعيد عبد العزيز، تسقط على حدود المنطقة ويخش كولوبالي ويحط رجله ويمسكها عصام الحضري. 36 دقيقة من زمن الشوط الأول وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدف برأس بشير التبعي من ضربة حرة مباشرة رفعها خالد الغندور بعد مضي 33 دقيقة. تتلعب الكورة وطارق السعيد يعمل مشوار واخد معاه سيد عبد الحفيظ ويلعبها للغندور، ونجحوا الاثنين الثنائي دول انه زي ما بقول لحضراتكم ينجحهم ان هم يوقفهم الجبهه اليمين بتاعت النادي الاهلي. هل مستر تسوبل هيشغل الجبهه الشمال؟ لغايه دلوقتي لسه ما شغلهاش ومركز برده على الحته دي وعاوز يخترقها رغم ان هي زحمه كبيره جدا زي ما احنا شايفين. ما استخدمش لسه الجبهه الشمال اللي عن طريق احمد صالح اللي فيها احمد صالح وهشام حنفي وسيد عبد العزيز. التركيز كله للزمالك والاهلي، الاهلي مركز برده على الناحيه اليمين. وادي اول مره اهو من الناحيه الشمال اهو، وسعيد عبد العزيز يلف كوره وتطلع من الناحيه الثانيه للسيد، وسيد بيريحها لعلاء، انما علاء ما كانش متوقع ان هو يديها له، تتخطف الكوره ومين اللي يخطفها؟ انا بقول من وجهه نظر نجم المباراه لغايه دلوقتي هو خالد الغندور، يخطفها ويروح وتروح لكولوبالي ويلمها كولوبالي وماشي، وجسمه قوي ومعدي وماشي، انما هذه خشبه ياخدها منه ومعدي هادي ويلعبها على طول لسيد عبد الحفيظ لهادي خشبه. تطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس لنادي الزمالك. النادي الاهلي. ابراهيم حسن. علاء ابراهيم. علاء وعمرو فهيم. تخبط في عمرو وتروح لابراهيم. ويلفها ابراهيم عرضيه على طول بشير التبعي، تسقط الكره لسعيد وسعيد ياخدها بقلشه فوق تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. السؤال اللي بيتسال دلوقتي، هل هيفضل نادي الزمالك هيفضل على نهجه في الناحيه الخططيه الهجوميه والدفاعيه اللي عاملها، ولا هينكمش والنادي الاهلي هيبدا ياخد منه المبادره الهجوميه؟ ده اللي هنشوفه واحنا بنلعب في الدقيقه 38 ومن الشوط الاول. يشوط عبد الواحد السيد، ابراهيم لسيد، حسين شكري، احمد عبد الظاهر، ابراهيم سعيد، هشام حنفي يلعب على طول. بدأ النادي الاهلي يستغل الجبهه الشمال، ولكن ياسر ريان طبعا في الحته دي كان بيعمل ازعاج كتير اكتر من سعيد عبد العزيز، كان سريع ومراوغ هو بيتعمل له حساب. لسه سعيد ما خدش المكانه بتاعت ياسر ريان، النادي الاهلي متاثر في الجبهه ديت بغيابه. وادي عبد الحليم يطلع بكوره بره الملعب اوت، ومعاه ابراهيم سعيد ورمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم سعيد لاحمد عبد الظاهر،
هادي خشبه هشام حنفي. انما المفاجاه اللي عملها مستر فورستر وطولان ان هم منزلين كولوبالي عشان يلعب لاعب خط وسط مدافع وعنده مهمه المساك، ونجح لغايه دلوقتي ان هو يعني يمسك هشام حنفي، ونجح كمان ان هو يطلع حدود منطقه 18 ويشوط. بنلعب في الدقيقه 40 زي ما حضراتكم شايفين، والزمالك متقدم بهدف احرزه بشير التبعي بعد مضي 33 دقيقه، وتصويبه تخبط وتفقد قوتها ويمسكها عبد الواحد السلم. يشوت عبد الواحد، الدماني وشكري، والدماني بياخد شكري ويفتح بيه ناحيه اليمين على اساس ان حد من نص الملعب يخش بيفتح المساحه بينه وبين عبد الظاهر، وهجمه للنادي الاهلي، انما على طول تغطيه متتاليه والشيشيني يطلع الكوره بره الملعب اوت. لسه جوه الملعب. ورمي التماس للنادي الاهلي. تتلعب من ابراهيم لسيد لابراهيم، عرضيه لحسام انما التبعي بدماغه ياخدها شكري، وعلى طول بمبدا السلامه يطلعها بشير ضربه ركنيه. بدا اهو النادي الاهلي يزود. شوف لما بنلاقي ابراهيم في الحته بتاعت اليمين هو وسيد على طول الكرات العرضيه هنا اهوت. النادي الزمالك كان حارم النادي الاهلي من الحته دي معظم الشوط الاول، وادي الضربه الركنيه وسيد عبد الحفيظ ويلفها سيد، وعلى طول طلعها دفاع الزمالك وياخدها كولوبالي، وكولوبالي تروح له مره ثانيه للدوماني لعبد الحليم، عامل ازعاج كبيره مساحات الفاضيه لصالحه وسريع، وشكري يخطف منه الكوره ويطلع بره الملعب او رمي التماس لنادي الزمالك. الزمالك اتحرر من الرقابه، بيرجعوا في نص الملعب وبييجوا من الخلف للامام، فعاملين ازعاج لعبد الظاهر وحسين شكري وابراهيم سعيد. اصبح عندهم مساحات فاضيه في خط ظهرهم، وزائد عبد الحليم سريع، والدوماني واخد شكري وراح بيه ناحيه اليمين فاتح، والكولوبالي بيخش في النص جنب عبد الحليم، يعني تحركات اربكت خط ظهر النادي الاهلي شويه، والنادي الاهلي بيحاول انه يستعيد اسلوبه مره ثانيه، وادي كوره اهو للنادي الاهلي، انما بيقابل سيد عبد الحفيظ سعيد الشيشيني، وسعيد الشيشيني يلعبها على طول لاحمد صالح. تطلع كوره بره ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. بنلعب في الدقيقه 42 من زمن الشوط الاول، ولا زالت واصبحت النتيجه الزمالك 1 والاهلي لا شيء. احرز الهدف بشير التبعي في الدقيقه 33 من ضربه حره مباشره لعبها له خالد الغندور، وادي ضربه ركنيه خالد الغندور هيلعب. لعبها النبادي بره لكولوبالي. كولوبالي لعبد الواحد لاحمد صالح، واحمد صالح وفي رايه وصفاره، وضربه حره غير مباشره للنادي الاهلي. طبعا مش اعتقد ان مش هيبقى في وقت ضايع كتير، لان جمال هذا اللقاء ان الكوره في الملعب على طول ما طلعتش، وفي ايجابيه من الفرقتين ومحاولات هجوميه ومن الفرقتين، وان كان الزمالك نجح ان هو يحرز هدف. وادي عبد الحفيظ وقلشه من عمرو فهيم وتروح لسعيد عبد العزيز يلعبها عكسيه، انما يخش ابراهيم و يلحقها عبد الواحد ويمسك. يشوط عبد الواحد على طول. نشاط ملحوظ للنادي الاهلي وانكماش لنادي الزمالك، وبنلعب في الدقيقه 44 والحكم الرابع حسن علي واقف يبص للحكم كيم ميلتون عشان ياخد منه الوقت البدل الضائع. وادي سيد عبد الحفيظ، شوف بيضغط عليه باثنين ازاي، يعدي سيد و هنشوف الحكم بيقول العب وماشي، وضغط للنادي الاهلي. هشام حنفي، ابراهيم حسن بدماغه على طول، انما يطلع عبد الواحد ويمسك. لو الكاميرا جابت كده هنلاقي الحكم رابع واقف بيبص، حسن علي بيبص لكيم ميلتون، واحنا دلوقتي بنلعب في الدقيقه 44 ونص، والدوماني عاوز يعدي انما تخبط الكوره في عبد الظاهر، و
تتخطف من الدوماني وياخدها شكري وياخد فاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. والحكم رايح كده للدوماني اللي واقع على الارض بيطمئن عليه. مفيش شك ان اللقاء جميل وجماله في الناحيه الخططيه اللي اتلعبت بيها من نادي الزمالك اللي باغت النادي الاهلي باسلوب خططي ينفذوه اللعيبه عن طريق الجبهه الشمال ومساحات الفاضيه، ونجحوا ان هم يحرزوا هدف من ضربه حره مباشره. والحكم بيقول ما فيهاش حاجه وتتلعب الكوره وتروح ناحيه الشمال لطارق سعيد، وطارق سعيد الغندور نجم الشوط الاول لغايه دلوقتي يطح ابراهيم اللي عامل مجهود دفاعي كبير جدا وعليه ضغط هجومي كبير وناجح لغايه دلوقتي ان هو يقفل عليه. وادي الكوره تتلعب على طول لعلاء ابراهيم، علاء ابراهيم، علاء ابراهيم مش بيفكر ان هو يشوط بس، ما فيش التعاون مع حسام، يضغط هادي وتخبط الكوره فيه وتطلع بره ملعبه. لسه الحكم الدولي حسن علي بيشاور للحكم الرابع. احنا كده انتهى الوقت الاصلي للشوط الاول والزمالك متقدم بهدفين، وحسن علي بيبص لكيم ميلتون وما حسبش غير يا دوبك ولا ثانيه ولا دقيقه ضاع. زي ما بقول لحضراتكم ان المباراه كلها ما فيهاش وقت ضايع، وصفر كيم ميلتون بانتهاء الشوط الاول الجميل بتقدم نادي الزمالك بهدف لنشيل النادي الاهلي احرزه بشير التبعي في الدقيقه 33 من الاهلي مع نادي الزمالك. ابتدت المباراه بقالها 3 ثواني والضربه الموضوعيه اتلعبت للنادي الاهلي وجاء منها رميه تماس، ضربه ركنيه، واعتقد ان مفيش تغيير حصل في صفوف الفريقين لغايه لما يتعالج لاعب نادي الزمالك. نقدر نقول يا ترى مستر تسوبل هينجح في ان هو الجبهه اليمين بتاعته يعالجها هجوميا، ولا هيحول على الناحيه الشمال عن طريق سعيد عبد العزيز وهشام حنفي عشان الضغط الهجومي اللي عليه عن طريق الغندور وطارق السعيد؟ هل هيتحرر تسوبل من الضغط الهجومي اللي عليه الناحيه دي ويبدا يهاجم؟ ده اللي هنشوف. هل هيستمر الزمالك فوستر ان هو يستخدم خالد الغندور وطارق سعيد والجبهه الشمال؟ برضو ده اللي هنشوف. ايه التغيير اللي هيعمله مستر تسوبل وايه الحاجه اللي هيعملها مستر فوستر؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. واحداث الشوط الثاني والزمالك متقدم بهدف لبشير التبع في الدقيقه 33 من الشوط الاول وضربه ركنيه للنادي الاهلي. تتلاقي يلعبها سيد عبد الحفيظ وضربه مرمى للنادي الزمالك. ما حصلش تغيير في صفوف كلا الفريقين وضربه مرمى لنادي الزمالك يلعبها عبد الواحد، حسين شكري، خالد الغندور، طارق السعيد. لسه اللاين زمان بيقول الكره ما طلعتش، ياخدها حسين شكري ويلعبها اماميه لعلاء ابراهيم. تفكيره في علاء ابراهيم تفكيره في المسانده مع زميل متاخر قوي. تتلعب الكوره لحسام يطلعها احمد صالح، توصل الكوره لعصام الحضري، احمد عبد الظاهر، حسين شكري. هل تعليمات مستر فوستر ان هم في الشوط في بدايه هذا الشوط يبداوا يلعبوا زي ما احنا شايفين كده في نص ملعبهم عشان يمتصوا الهجمات بتاعت النادي الاهلي؟ انه احتمل النادي الاهلي طبعا الوضع الطبيعي ان هو هيبدا يهاجم او يبدا بحمى بدايه هجوميه. انا شايف نادي الزمالك في نص ملعبه اهو بيحاول انه يمتص الهجمات او المحاولات الهجوميه للنادي الاهلي، او يمكن بيفضي مساحه في خط ظهر النادي الاهلي ويستغل سرعه عبد الحليم علي واجابه شمال لخالد غندور. ده اللي هنشوفه مع بعض. ضربه مرمى للاهلي للزمالك تتلعب على طول، تسقط لسعيد عبد العزيز يطحها بشير، هادي خشبه سعيد عبد العزيز، هشام حنفي،
وادي الجبهه الشمال للنادي الاهلي بدات تشتغل اهو من بدايه هذا الشوط عكس الشوط الاول اللي كانت الجبهه اليمين رغم الضغط اللي عليها دفاع. وادي حسام بيعمل مجهود كبير جدا ويجيب منها ضربه ركنيه يطلعها طارق السعيد. شوف المجهود الكبير اللي عمله حسام، جاب من كره ميته ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للنادي الاهلي. تاني ضربه ركنيه في الاربع دقائق اللي اتلعبت من بدايه الشوط الثاني. وادي سيد عبد الحفيظ وضربه ركنيه للنادي الاهلي تتلعب عرضيه على طول يطلعها دفاع وتروح لشكري يعليها على حدود المنطقه توصل لابراهيم سعيد يطلعها سامي الشيشيني. وادي المساحات الفاضيه اللي بنقول عليها وسرعه عبد الحليم علي اللي عامل ازعاج كبير جدا هو والغندور. الغندور يلم ويلعب الكوره لطارق السعيد. طارق السعيد وعبد الظاهر يعدي طارق السعيد يعدي طارق السعيد يعدي طارق السعيد والحكم بيقول له قوم وتتقطع الكوره وياخدها النادي الاهلي وحسين شكري. هادي خشبه علاء ابراهيم سيد عبد الحفيظ وفي تحفظ دفاعي كده للنادي الزمالك ومحاولات هجوميه زي ما احنا شايفين للنادي الاهلي. وادي الجبهه اليمين ابراهيم وسيد وابراهيم على طول الكره العرضيه جول 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 علاء ابراهيم يحط هدف جميل ومن الحته اللي رفعها الغندور في الشوط الاول وجي منها هدف في نفس الحته يرفع ابراهيم ويقابلها علاء ابراهيم الغير مراقب تماما من خط ظهر النادي الاهلي. بعد خمس دقائق يحط علاء ابراهيم هدف جميل قوي بوش رجله من اهداف الشيخ طه اللي كان بيعاصره لاعب الستينيات. بعد خمس دقائق من الشوط الثاني يتعادل. هنشوفها مره ثانيه اهو الحته دي كان النادي الاهلي محروم منها، ما كانش بيتقدم ابراهيم ابدا في الشوط الاول، لما تقدم ابراهيم اهو ورفع الكره دي طبعا خطا الجبهه اليمين عبد اللي هو احمد صالح واستقبلها حلوه قوي قوي علاء ابراهيم بوش رجله في الزاويه البعيده ما يقدرش ابدا. شوف خطا ومرفوعه ما شفناش ابراهيم في الكادر ده في الشوط الاول اللي كان معمول عليه ضغط. وادي الكره اللي لعبها وادي التصويبه الجميله اللي بوش رجله وخش على شمال عبد الواحد. يتعادل الاهلي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني 1-1 وتحلو المباراه. وزي ما بقول لحضراتكم التحفظ الدفاعي لنادي الزمالك عشان يمتص المحاولات الهجوميه للنادي الاهلي اعطت النادي الاهلي ان هو يهاجم وبدا نادي الزمالك بادي اهو التحفظ الدفاعي سابه وبدا يهاجم مره ثانيه ولكن بعد النادي الاهلي ما اتعادل وواحد واحد. من اجمل المباريات الخططيه والروح الطيبه والناحيه الجماهيريه كل النجاحات في هذا اللقاء موجودة النهاردة في استاد القاهرة. 1-1 والشوط الأول كان نادي الزمالك هو الأخطر وهو اللي كان متقدم وهو اللي أربك نادي الأهلي هجوميا. والشوط الثاني مستر تسوبل فوستر رجع فريقه في نص ملعبها أعطى الفرصة أن يهاجم بالقوة بتاعته والإمداد التموين بتاعه سيد عبد الحفيظ وإبراهيم حسن ومن إحدى الإمدادات لإبراهيم حسن يحرز على إبراهيم الهدف التعادل بعد خمس دقائق. آدي إبراهيم خالد الغندور أمامية ابراهيم شكري ودي المساحات الفاضيه اللي الزمالك بيحاول ان هو يفتحها او يصنعها في خط ظهر النادي الاهلي والكره العرضيه والمساحه الفاضيه وعلى صدره انما يحط رجله في توقيت مظبوط جدا ابراهيم سعيد وبدا نادي الزمالك يضغط مره ثانيه وتوصل الكره عبد الحليم يقطعها شكري ويخش ثاني عبد الحليم على بيقتال على الكره انما شكري يقطعها ويديها لسيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لهشام اللي بيخش نص الملعب وهشام على طول لعلاء اللي اتاخر عشان يهرب من الرقابه وعلاء على طول للجبهه الشمال بتاعت النادي الاهلي اول مره نشوفها في الشوط الثاني تشتغل ولسعيد عبد العزيز يلعبها عرضيه تعدي الناحيه الثانيه وتروح لطارق السعيد وطارق السعيد يلعبها اماميه شكري بدماغه واتقلبت الايه بعد ما كان نادي الزمالك هو اللي بيهاجم من الجنب الشمال الاهلي هو اللي مسك كرة اهو وبيهاجم الطرف اليمين وتعدي كوره ويطلعها على طول احمد صالح ويخش طارق السعيد ويحطها على صدره ويطلعها. مباراه جميله 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 من كلا الفريقين والامور ما حدش عارف ايه هترسي على ايه هذا اللقاء.
احمد صالح امامية، عاوز يجيب منه ضربة مرمى، تروح الكورة لاحمد عبد الظاهر. انتشار النادي الاهلي في الملعب في الشوط الثاني افضل منه، وفي عكس الشوط الاول اللي كان نادي الزمالك واخد منه المبادره وضاغط عليهم، الانتشار في الشوط الثاني زي ما احنا شايفين بقى افضل، وبقى هم بيلاقوا بعض. نادي الزمالك زي ما احنا شايفين انكمش في نص ملعبه، والمبادره الهجوميه راحت منه وخدها النادي الاهلي زي ما احنا شايفين، اللي بدا يستخدم الجبهه شمال والجبهه يمين. وادي هشام حنفي يخش الكوره وياخد فاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. الفريقين عندهم اثنين مدربين كويسين، كوستر حط شكل عام كده رغم انه ما بقالوش ايام، انما في شكل عام اتعمل وفي خطوط عريضه اتعملت وفي لعيبه بتنفذ. النادي الاهلي الصوبل صحح من اوضاعه في بدايه الشوط الثاني ونجح ان هو يتعادل، وادي الضربه الحره المباشره للنادي الاهلي. يلعبها ارضيه يطلعها خالد الغندور عاليه ويتابعها وعاوز يمتصها، انما يشاركوا حسام وياخدها على طول نادي الزمالك ايمن عبد العزيز، ويلعبها اماميه يقطعها سعيد عبد العزيز، تروح لايمن مره ثانيه للدوماني اللي راجع في نص الملعب هنا عشان يساعد الدوماني لطارق السعيد. طارق السعيد يلعبها على طول، فاولات كثيره وفاول وانذار، انذار لطارق السعيد. يبقى في انذارين في هذا اللقاء لغايه دلوقتي، واحد لبشير التبعي والتاني لطارق السعيد. انما ما نحسش حضراتكم بالحكم في الملعب رغم اللعب والاحداث، قريب من الكوره، ما فيش عصبيه في ادائه، وما فيش حد بيقدر ياثر عليه، قريب من اللعب، وطبعا دي سمه الحكام الكبار الدوليين. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. حسين شكري على صدره علاء ابراهيم، تطلع بره الملعب رامي التماس لنادي الزمالك. 1-1 و10 دقائق من زمن الشوط الثاني، واحرز علاء ابراهيم هدف التعادل بعد مضي 5 دقائق من بدايه هذا الشوط. الشوط الثاني من كره رفعها له ابراهيم حسن وخدها بوش رجله مباشره على شمال عبد الواحد. تتلعب الكوره وتوصل لخالد الغندور بوش رجله في المساحات الفاضيه. ابراهيم سعيد وعبد الحليم، ابراهيم سعيد عبد الحليم، انما داخل مغطي سعيد ويطلع كوره اماميه، ترد مره ثانيه كوره انما كانت تطلع بره الملعب. احمد صالح يلعب رمية التماس لايمن عبد العزيز، يعدي ايمن وترجع الكوره ورا لخالد الغندور اللي دخل في نص الملعب، ويلعب الكوره لطارق السعيد. طارق السعيد يعدي من سيد ويلعب كره عرضيه يقابلها ابراهيم ويطلعها بره الملعب. بدا يبقى في رقابه على طارق السعيد، اتعكست الايه بعد ما كان طارق هو اللي ماسك سيد، بدا دلوقتي سيد وابراهيم هم اللي يمسكوا الغندور ويمسكوا طارق السعيد زي ما احنا شفنا اهو. الثنائي اللي في الشوط الاول كان متفوق طارق خالد وطارق هجوميا، بدا في الشوط الثاني بقى متعلمات تصوبل ان هم الاثنين سيد وابراهيم ان هم يحضنوا عليهم مظبوط ويمسكوهم مظبوط. وادي فاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. ايمن عبد العزيز وضربه حره مباشره للزمالك تتلعب، وطالع الحضري بالبوكس عشان يتقي شر الكوره اللي كانت الجون، رغم ان دي اصعب من الثانيه، انما طلع في توقيت مظبوط يلمها احمد صالح ويلعبها داخل المنطقه ويطلعها ابراهيم، وعلى طول هادي وتوصل لحسام. حسام ياخدها ايمن لخالد الغندور، كولوبالي ماشي، كولوبالي ومعاه هادي خشبه، توصل الكوره لسعيد عبد العزيز، هادي خشبه، هشام حنفي، ابراهيم سعيد، هشام حنفي، ابراهيم سعيد، احمد عبد الظاهر، حسين شكري، ابراهيم حسن لسيد الابراهيم. عاوز يعدي الرباعي ده، عامل كل الماتش الرباعي ده سيد وابراهيم والغندور وطارق، هم كل الماتش وهم شغل المدربين الاثنين.
تتلعب كوره ويموج كده بترقيصه هادي ويلعبك كوره على طول لعلاء ابراهيم، وعلاء ابراهيم ومعاه سائد التبعي، علاء والتبعي، علاء والتبعي، يخش التبعي ويطلع كوره بشير التبعي محرز الهدف الزمالك بره الملعب. هشام حنفي لحسام، لهشام يضغط على هشام وياخدها عمرو فهيم ويطلعها اماميه على صدره ابراهيم سعيد بعقل سامي الشيشيني، احمد صالح يقطعها سعيد عبد العزيز ومشوار من الطرف الشمال اللي ما شفناهوش في الشوط الاول، وسعيد عبد العزيز ويلف كوره عرضيه وحسام، وحسام وبجوار القايم، وسبحان مغير الاحوال في الشوط الثاني بعد ما كان الزمالك هو المتسيد الموقف وهو الاخطر وهو المتقدم بهدف. الشوط الثاني دلوقتي اللي اتلعب منه حوالي 14 دقيقه نجح النادي الاهلي في احراز هدف التعادل، ونجح من تعديل اوضاعه وبدا هو اللي يبقى مسيطر وهو اللي بيصل الى مرمى الزمالك اكثر. تتلعب الكوره وهادي خشبه توصل لايمن طارق السعيد على طول، الجبهه ديت فيها قتال على الكره، والكلام مع الحكم طارق مش هيعمل اي حاجه غير ان هو الحكام الاجانب اعمل اي حاجه انك تتشوح او تتكلم معاه. ربع ساعه من زمن الشوط الثاني واصبحت النتيجه 1-1 بين الزمالك والاهلي. تتلعب الكوره وتوصل لسيد انما يسيبها عشان ياخد رميه تماس. في الشوط الاول كان نادي الزمالك رامي عبد اللطيف الدوماني عشان ياخد شكري ويفتح بيه جنب ابراهيم وجنب الغندور وجنب سامح حفيظ، ويخش في النص كلوبالي وايمن عبد العزيز، ونجحوا ان هم يعملوا كده في الشوط الاول. الشوط الثاني الاهلي محضر مظبوط في نص ملعبه وفي خط الظهر، وادي احمد صالح يلعب كوره عاليه وامسك. يعني في الشوط الاول كان نادي الزمالك مفضي او خلخل الثلاثه بتوع الاهلي ابراهيم وحسين واحمد عبد الظاهر، خدوا حسين شكري ودوه عند سيد عبد الحفيظ وابراهيم بواسطه عبد اللطيف الدوماني، وشرخ عبد الحليم علي في مساحات الفاضيه. الشوط الثاني اتعالجت الامور ديت ومفاتيح لعب نادي الزمالك اتمسكت وبدات المباراه تبقى فيها توازن هجومي، ولكن الفتره ديت لصالح النادي الاهلي. عصام الحضري علاء اللي بيهرب من الرقابه اهو، واخد معاه بقى عمرو فهيم عشان يوسع لحسام، وادي كره تتنقل ناحيه اليمين وعرضيه وعلي تعدي من الناحيه الثانيه طارق السعيد الغندور الدوماني، تسقط الكوره ويتابعها سعيد عبد العزيز بره الملعب اوت قبل احمد صالح. تتلعب رمي التماس للزمالك وياخدها ابراهيم سعيد وعلى طول اماميه، بشير التبع بدماغه، الغندور يلعبها لبشير وبشير لاحمد صالح، ايمن عبد العزيز، وبدا نادي الزمالك ينظم نفسه مره ثانيه بعد مضي 17 دقيقه كده، وبدانا نشوف في نص ملعب النادي الاهلي. تتلعب كره عرضيه وتعدي وتروح للسيد عبد الحفيظ، سيد يلعبها بره الملعب. في هل اللياقه البدنيه بقى لبعض اللاعبين اللي كانوا بعاد عن الملعب هل هتسعفهم ان هم يكملوا زي كلوبالي والغندور؟ عمل مجهود كبير قوي في الشوط الاول، ده اللي هنشوفه دلوقتي في الشوط الثاني. هل انا شايف كده في بعض اللعيبه مجهودهم قل عنه في الشوط الاول لانه بذلوا مجهود كبير جدا جدا في الشوط الاول. كلوبالي وضربه حره مباشره وبيحطها كده، حطت واحد هيشوط، هل هيشوط ويلطش بوش رجله الخارجي كده ولا هيرفعها داخل كلوبالي؟ وفعلا لطش بوش رجله الخارجي وجول.
خبطت وغيرت اتجاهها، وكولوبالي يحط الهدف الثاني لنادي الزمالك. ولسه بقول لحضراتكم شكله هيشوط ومفيش حيطه موجوده، والكوره خبطت وغيرت اتجاهها واطلق قذيفه كولوبالي في الدقيقه 18 زي ما احنا شايفين. يتقدم مره ثانيه نادي الزمالك بهدف لكولوبالي بعد 18 دقيقه. تقدم الزمالك تصبح النتيجه 2-1. شكله هيشوط وحاطط الكوره، قلت هيرطش برجل الشمال لطشه، لطش الكوره، خبطت في ركبه ابراهيم وغيرت اتجاهها، وعصام الحضري ما قدرش يعمل فيها حاجه ابدا. اهو خبطت وغيرت اتجاهها ودخلت الجول. الهدف الثاني للزمالك، والمباراه جميله جدا 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 من كلا الفرقتين. تتلعب كوره وتوصل للغندور، والغندور يلعبها لعبد الحليم، ترجع كوره ورا لايمن عبد العزيز. 2-1 بعد 18 دقيقه. وكولوبالي والغندور هما مفاجاه نادي الزمالك النهارده، والكل كان بيتوقع ان كولوبالي بعيد عن الملاعب ما يعملش حاجه، انما الراجل عمل لغايه دلوقتي هدف، ونجح انه يمسك هشام حنفي في الشوط الاول، ونجح انه يصوب كام كوره. وادي ايمن عبد العزيز، تتقطع كوره وياخدها هادي خشبه، وهادي خشبه يلعبها اماميه، انما على طول عمرو فهيم يطلع كوره بره الملعب. دفاع نادي الاهلي ظن ان المسافه كبيره جدا، فعمل حيطه من اتنين بس. وكولوبالي كان سر شهرته في مصر زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، انه رجليه قويه جدا في الكرات تصويب على المرمى. تتلعب الكوره وعمرو فهيم، ورمي التماس لنادي الزمالك. تلت ساعة تقريبا من زمن الشوط الثاني، وأصبحت النتيجة 2 الزمالك 1 النادي الأهلي. أحرز أهداف الزمالك بشير في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وكولوبالي في الدقيقة 18 من هذا الشوط، وعلاء إبراهيم للنادي الأهلي بعد 5 دقائق من هذا الشوط، الشوط الثاني. أدي كولوبالي، طبعا الهدف غير مجرى الأمور مرة ثانية، وبدأ الزمالك يفوق مرة ثانية بعد ما كان النادي الأهلي هو اللي فايق ربع ساعة الأولانية. والشيشين عاوز يرقص تتقطع منه، وتوصل الكره لحسام بكعب رجله يلعبها حلوه وياخد فاول، وانما الحكم اهو مرجع الكوره وبيتكلم مع هشام حنفي. الكوره بتتعاد مره ثانيه اهو، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. ابراهيم سعيد وعلي، علاء خلفيه بدماغه، تنزل علاء مره ثانيه بلطشها، وضربه مرمى لنادي الزمالك. عبد الواحد السيد، وضربه مرمى لنادي الزمالك. اماميه، ابراهيم سعيد بدماغه، علاء لسيد لعلاء بيصلحها نفسه مره ثانيه، انما تتخطف منه. سامي الشيشين يقطع، وعلى طول عكسيه في المساحه الفاضيه ورا سعيد عبد العزيز. بدا النادي الزمالك دلوقتي يستخدم الحته ديت، وماشي عبد الحليم، انما اللاين زمان رافع رايته، ضربه ركنيه. عبد الحليم اهو اللي في الصوره ده واخد الجبهه ورا سعيد عبد العزيز، اصبح دلوقتي ماستر بوستر، فتح جبهه ثانيه عن طريق عبد الحليم علي ورا سعيد عبد العزيز، وفتح واخد معاه ابراهيم سعيد بعد ما كان في الشوط الاول واخد معاه حسين شكري بالدوماني، خد ابراهيم سعيد ورا سعيد عبد العزيز، وبيلعب في الحته الفاضيه اللي ورا سعيد عبد العزيز. الغندور وضربه ركنيه تتلعب ورا لاحمد صالح، واحمد صالح يلعبها للغندور، والغندور بيلفها بوش رجله الخارجي يطلعها على طول ابراهيم. حسام اللي طلعها، وابراهيم اللي راجع يساعد ورا. ترد الكرة مرة تانية، تطلع كرة أمامية، يضغط طارق السعيد وياخدها من سيد ويلعبها سريعة، يعدي بيها عبد الحليم، يعدي بيها وعامل إزعاج كبير جدا عبد الحليم، إنما اتضغط عليه. وأدي كولوبالي وشكري، وياخدها شكري ويلعبها بوش رجله الخارجي ده يغمزها، إنما اللاينز مان رافع إن هي تعدد خط التماس وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك. طارق السعيد
خالد الغندور ياخدها سيد، تروح لكولوبالي، والحته اللي في اليمين اللي بداوا يهاجموا منها نادي الزمالك، الحته الجبهه اليمين، وادي كولوبالي وهشام حنفي، وتطلع كوره بره الملعب اوت، رمي التماس للنادي الاهلي. هشام لحسام يلعبها سياره، انما يلحقها هادي، وتوصل الكوره لكولوبالي في نص الملعب، يلمها وماشي تطول منه، ويلمها كده بعقل احمد عبد الظاهر لهادي خشب، وهادي اماميه، انما جامده جامده على علاء، يطلع عبد الواحد ويمسك، يشوت عبد الواحد، عبد الظاهر يردها، وبدا النادي الاهلي يمسك الملعب تاني هجوميا، ابراهيم يلعبها عكسيه ونفس اللعبه، وتتلعب عرضيه، انما مفيش حد يصلحها، ولف من علاء ابراهيم بعد الهديه بتاع طارق السعيد، انما علاء ابراهيم لف كده اهوت ويمسكها عبد الواحد السيد. شكري عليها ومعاه الدوماني، تسقط من الاثنين ويلحقها الدوماني. ابراهيم حسن تروح له كرة من عصام الحضري. ماشي ابراهيم. بالوضع طائرا عمرو فهيم يطلع كرة بره الملعب اوت، رمي التماس للنادي الاهلي. ابراهيم حسن يلعب الكرة لسيد عبد الحفيظ. في رقابه مزدوجه دلوقتي، انما يخش طارق السعيد ويطلع كوره بره الملعب اوت. ابراهيم حسن على صدره طارق السعيد، عامل ماتش كويس طارق السعيد، توصل الكوره ورا كولوبالي، ياخد فاول من هشام حنفي. شايف انا النادي الاهلي بأحمد ماهر بيستعد عشان يعملوا تغيير، هنشوف مين دلوقتي. وضربة حرة مباشرة و25 دقيقة من زمن الشوط الثاني، وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي. حسين شكري اماميه بيشير التبعي وحسام بمبدا السلامه بره الملعب. تتلعب الكوره واماميه في اتجاه سيد والغندور، والصراع هنا اتقلب هنا اهوت ما بين سيد عبد الحفيظ وابراهيم والغندور وطارق، وتطلع كوره بره ضربه مرمى للنادي الزمالك. التسجيل الاول للنادي الاهلي في 25 من الشوط الثاني بنزول وليد صلاح الدين. هيطلع احمد عبد الظاهر وينزل وليد صلاح الدين. ما فيش قدام مصر تسوبل غير ان هو يغير طريقته، يلعب اربعه في خط الظهر، وينزل وليد صلاح الدين عشان يساعد علاء، وهينزل كمان انا شايف اسحق اول. شايف كمان اسحق اول بيستعد عشان ينزل رقم 14، هنشوف هينزل مكان مين. رجع هادي خشبه مع خط الظهر شويه. تتلعب الكورة وفاول وضربة حرة مباشرة، والتغيير الثاني هو النادي الاهلي، هيطلع هشام حنفي وهينزل اسحاق اول. بنزول اسحاق اول رقم 14 بدلا من هشام حنفي رقم 8. تغييرين في ميعادهم، تنشيط هجومي وللنادي الاهلي، بنلعب في الدقيقة 28
والكارتين بتوع نادي مستر تسوبل رماهم اسحق اول ووليد صلاح الدين، وخفف من خط الظهر وبدا يلعب ويظبط نفسه هجوميا. ادي ضربه حره مباشره للنادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ، يلفها سيد وطالع عبد الواحد ويمسك. دلوقتي اصبح على نادي الزمالك انه يدور على وليد عشان يمسكه ويدور على اسحاق عشان يمسكه. وهنشوف دلوقتي مستر فوستر هيراقب الاثنين دول ازاي، وهنشوف فكر مستر سوبل في رميهم ازاي. ادي كوره ومعدي وتطول وتروح لعصام الحضري، تتلعب على طول لسيد، يلم سيد الكوره وماشي يلعبها لاسحق اهو اللي قدامنا. اسحق ماشي، اسحق ماشي وبيعدي وداخل وداخل وماشي وعاوز يلعب كوره ويلطشها، انما دخل في الزحمه. وطبعا لسه بقول دلوقتي اكيد حلم طولان ومستر فيصل هيشوفوا مين اللي هيراقبوا الراجل ده ازاي دلوقتي، وهيراقبوا وليد ازاي. ويبقى كده تسوبل رمى كوره في ملعب الزمالك بدل ما هو كان اللي هو بيمسك ويحلق. هو دلوقتي مين اللي هيحلق على دولي؟ هل هيستفيد مستر تسوبل من التغييرين دولي هجوميا ويعوض الهدف المتقدم ليه الزمالك، ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. ضربة حرة مباشرة وبنلعب في الدقيقة 29 اهو، والزمالك 2 والاهلي 1. وتتلعب الكورة خالد الغندور يلم وعاوز يعدي ويصلحها الكلوبالي ويشوط في السماء ضربة مرمى للنادي الاهلي. مفاجأة الزمالك النهارده كلوبالي وخالد الغندور وخطة اللعب اللي اترسمت لنادي الزمالك. سعيد عبد العزيز يطلعها سامي الشيشيني وماشي سامي، احمد صالح، كلوبالي، يخطفها سعيد ويديها لعلاء ابراهيم اللي فتح جبهة هناك وجنبه وليد اهو. وليد ماشي وعلى طول لسيد عبد الحفيظ وفاول وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. يبقى كده الورقه اللي كان مخبيها مستر تسوبل في اسحق ووليد رماهم في توقيت مظبوط وفي وقت مظبوط جدا، ما فيش قدامه غير ان هو يهاجم ويربك نادي الزمالك دفاعيا عشان خاطر يقدر يتعادل. و الحكم مصفر ويبدو انه هيرجع اللعبه تاني عشان ما اداش الاذن. ادي سيد وادي وليد. ضربة حرة مباشرة للنادي الاهلي. يا ترى وليد بيقول لي ايه لسيد؟ هل هيشوط زي كلوبالي ولا هيرفعها لحسام ولا ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه. بيقشطها كده انما جامدة على حسام او ابراهيم اهو، وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. احرج لحظات المباراه الممتعه، المباراه القمه في كله، تحكيما واداء ولعبا وروح معنويه وايجابيه. هذا اللقاء رقم 84 بين الاهلي والزمالك، واحنا بنلعب في الدقيقه 32 والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف للنادي الاهلي. تتلعب ضربه المرمى، الدوماني يعليها لحسين، ترد الكرة مرة تانية بره الملعب أو ترمي التماس للنادي الأهلي. تتلعب رمية التماس، تطلع مرة تانية للنادي الأهلي، اسحق ويجيب منها ضربة ركنية. ضربة ركنية للنادي الأهلي. سيد عبد الحفيظ دخل في نص الملعب وهادي رجع لورا، واسحاق هو اللي خد دور سيد عبد الحفيظ اللي هيلعب الضربه الركنيه اهو. يلعبها عاليه وترد الكوره، وكلوبالي
يطلعها من داخل المنطقة إبراهيم سعيد، يوقفها ويلعبها أمامية، تعدي كورة وياخدها سيد ويلعبها بالعرض، إنما يخش داخل على طول عمرو فهيم وينقذ كورة خطرة جدا جدا من قدام سيد عبد الحفيظ. والتغييرين اللي عملهم النادي الأهلي ومصر سوبل قلبوا المباراة هجوميا لصالح النادي الأهلي، وفي تغيير أهو لنادي الزمالك. طارق السيد هينزل وهيطلع خالد الغندور، يبقى طارق السيد هينزل رقم 13، وفعلا مجهود خالد الغندور قال، ففي توقيت مظبوط جدا برضو الجهاز طلعه، واحسن مباراه للغندور من فتره طويله جدا، نجح انه يقود نادي الزمالك فيها هذا الموسم والمواسم السابقه. نزل طارق السيد، هل هيرجع ورا طارق السيد هيبقى مكانه؟ ده اللي هنشوف. والضربه الركنيه سيد يلعبها وتعدي الناحيه الثانيه وقابلها سعيد وتخبط في الدفاع وعبد الواحد بالبوكس وترد مره ثانيه لطارق السعيد يلعبها بقلشه وتطلع كوره بره الملعب او ترمي التماس للنادي الاهلي. ضغط من النادي الاهلي ودفاع من نادي الزمالك، وبنلعب في الدقيقه 34 من الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف النادي الاهلي، وابراهيم حسن ورمي التماس للنادي الاهلي. تتلعب زي الضربه الركنيه وتعدي كوره وكولوبالي احد نجوم اللقاء النهارده يطلعها بدماغه وتوصل الكوره لابراهيم سعيد. ابراهيم يسقطها داخل المنطقه مره ثانيه، يطلعها طارق السعيد بدماغه، حسين شكري عاليه اماميه، يمتصها طارق السيد اللي لسه نازل ويلعبها اماميه، عمرو فهيم بدماغه بره الملعب اول رمي التماس. ادي مستر بوستر اهو قام اهو بدا يحس بالقلق، ودي المدرب كويس يبدا يحس بالقلق في المباراه واداء فريقه. وادي كره توصل لهادي يلمها هادي ويلعبها لابراهيم، وابراهيم عاوز يرفع ورفع فعلا انما تبعي بدماغه يطلعها لايمن عبد العزيز، تطلع بيه لعبد الحليم، تطلع بيه بره الملعب، رمي التماس للاهلي، علي على حدود المنطقه لعلاء، ومصفر كيم ميلتون فاول على عمرو فهيم. ضربه حره مباشره للنادي الاهلي. هتبدا الاعصاب دلوقتي تتوتر زي ما احنا شايفين، هتبدا الاعصاب تتوتر، والحكم هو دلوقتي هادي جدا جدا وبينادي هو عمرو فهيم وبيقول له بلاش اي اعتراض، وضربه حره مباشره للنادي الاهلي. احرج لحظات اللقاء، حتى الآن بنلعب في الدقيقة 36 من زمن الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف النادي الأهلي. وضربة حرة مباشرة، يا ترى مين اللي هيشوط، سيد ولا حسام؟ داخل حسام ويلعبها تخبط في الحيطة ويخش مرة ثانية عشان يتابعها، إنما على طول يطلعها أحمد صالح. إبراهيم سعيد أمامية عند اسحق، اللاين زمان رافع فاول على اسحق. يبدو ان في تفاهم مع الاثنين لاين زمانات، اي فاول عندك او اي خطا ارفع، وفعلا ماشيين زي الساعه مع الحكم الاثنين لاين زمانات بتوع النهارده. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، وبشير التبع هادي خشب، وضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي. إبراهيم حسن لهادي الشكري، تتلتش لشكري إنما على طول يطلعها سامي الشيشيني، حسين شكري، إبراهيم سعيد، والكرات العالية كلها من نصيب مدافعي الزمالك زي ما احنا شايفين. الأهلي دلوقتي تنازل عن الهجمات من الجنبين، وبدا ابراهيم سعيد هو اللي يعمل الكرات العاليه الساقطه كلها من نصيب مدافعي نادي الزمالك. ادي الكره العرضيه اهي، وادي ضربه راس جميله من علاء ابراهيم في توقيت مظبوط. شوف الكرات العرضيه بتعمل خطوره ازاي، اي كرات عرضيه وطالع وراكب، وضربه مرمى للنادي الزمالك علاء ابراهيم.
عمل مجهود كبير بشير التبعي النهارده. ادي مستر اتسوبل، والناحيه الثانيه برضو بيتمشى مستر فوستا، وادي الكوره الجميله اللي لعبها علاء ابراهيم طالع فوق وغمزها كده اهوت، وضربه مرمى لنادي ازمان. ادي مستر فوستا اهو. لسه بيتعالج. في الشوط الاول الحكم ما ضافش ولا ثانيه، وفعلا ما كانش فيه اي وقت ضايع. ضاف دقيقه تقريبا كده من غير ما يقول الحكم الرابع. هنشوف في الشوط الثاني هل هيضيف ولا لا، انما في الشوط الاول كان اسرع واللعب كان جوه الملعب كتير ومفيش عطله كتير، وهنشوف هيضيف قد ايه. واحنا دلوقتي بنلعب في الدقيقه 39 من زمن الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين لبشير التبعي في الدقيقه 33 من الشوط الاول، وكولوبالي مفاجاه التشكيل النهارده في الدقيقه 18 من ضربه حره مباشره لعبها وخبط وغير اتجاهها، وعلاء ابراهيم احرز هدف الاهلي في الدقيقه 5 من هذا الشوط. دلوقتي هادي خشب هو اللي مراقب كولوبالي، اللي بيرجع كولوبالي عشان يساعد خط ظهره ويطلع اكتر من كره خطره في توقيت مظبوط من قدام حسام. طلع بره بشير عشان يتعالج، وهنساند مع بعض بضربه المرمى. عبد الواحد يلعب ضربه المرمى ويتزحلق، انما تروح لطارق السعيد اللي بيلعب دلوقتي 40 دقيقه اهو من زمن الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف من النادي الاهلي. طارق السعيد هو اللي خد مكان الغندور، وطارق السعيد اللي رجع مكانه، واماميه لوليد، انما فارق السرعه لصالح طارق السيد، ويخبطها ويجيب منها ضربه مرمى لنادي الزمالك. وقع عبد الواحد من ضربه المرمى اللي فاتت، شاط الارض واتزحلق، وطبعا الحاجه الوحيده اللي الحكم يوقف لها المباراه اصابه واداله انذار. حكم يعني واعي جدا، وعبد الواحد مش واخد باله ان هو كده بيهز فرقته، لان فرقتين بيلعبوا كويس قوي قوي، مفيش داعي ابدا. يمكن يكون مصاب معرفش، انما في وجهه نظر الحكم اتسرع قوي بالانذار ده هوت لعبد الواحد، هو اعتبره ان هو بيضيع وقت، ولكن هو في حقيقه الامر كان بيشوط. لو عدنا مره ثانيه ضربه المرمى اللي فاتت هنلاقيه شاط الكوره واتزحلق، يبدو ان رجله اتلوت تحتيه، والحكم ما شافش البتاع دي، هو الضاير لقاه قاعد في الارض، فيبدو ان هو اتسرع وعطى الانذار، ولكن هو كان بيشوط ضربه المرمى، لو اتعادت ثاني هنلاقيه شاط الارض مع الكوره واتزحلق. عموما احنا دلوقتي في الدقيقه 41 من الشوط الثاني، واعتقد ان اهو شوف حضراتكم هو فعلا اتزحلق، والحكم ما انت شايفه، يبقى فعلا كان لازم ما تدلوش انذار، لانه فعلا الراجل اتزحلق ومن حقه ان هو يعيد حساباته مره ثانيه زي ما احنا شايفين فعلا، انما اتسرع فيه في الانذار. عموما التحكيم هايل، الفرقتين على مستوى عالي جدا من الفهم الكروي والناحيه الخططيه، الروح المعنويه عاليه، الجماهير اداء الفرقتين خلى الجماهير في المدرج كلها مع اللعب، مفيش حاجه، مفيش تراشقات جانبيه ولا اي حاجه. فعلا لقاء قمه بكل المقاييس، جماهيري وفني واداء وايجابي على المرميين. كل فرقه سيطرت على مجريات الامور فتره من الفترات، الزمالك سيطر فتره، والاهلي سيطر فتره، وكل منهم انتزع من الثاني المبادره الهجوميه والدفاعيه. الاثنين مدربين، مدرب الزمالك مستر فيستر وحلمي طولان، فاجئهم الاهلي بالتشكيل واللعيبه الجداد، وايضا فاجئهم بان هم يوقفوا جبهه كامله بتاعته لمده شوط بالكامل ابراهيم وسيد عبد الحفيظ. لما تخلص مستر تسوبل من هذه العمليه ونجح في الشوط الثاني ان هو اللي يهاجم وياخد الغندور وياخد طارق سعيد قدام، نجح ان هو يتعادل، ولكن قدم كولوبالي من الكره الضربه الحره المباشره احرز منها الهدف الثاني. عموما بعد كده مستر تسوبل نجح، يعني رمى اسحق ورمى وليد على اساس ان هو يصلح من اوضاعه الهجوميه، ونجح فعلا ان هو ياخد الزمالك ويهاجم بيه، ولكن الهجمات دلوقتي بتاعت النادي الاهلي كلها كرات عاليه ساقطه من خلف الامام، ما فيهاش الكرات الجانبيه وفيها نوع من التوتر التمريري، ولسه وليد صلاح الدين لم نراه حتى الان، وايضا اسحاق لسه ما استخدمش حتى الان، ولكن الاثنين خدوا معاهم اثنين من نص الملعب عشان يراقبوهم، وده برضو حته ذكاء رماها تسوبل في توقيت معين. قام
عبد الواحد السيد، وهنستأنف مع بعض بضربة المرمى للزمالك عمرو فهيم يلعبها. هادي سعيد عبد العزيز، شوف الكرات الأمامية كلها للنادي الأهلي كلها من نصيب مدافعي الزمالك. على طول أمامية، شكري بره الملعب أو رمي التماس للنادي الزمالك. في مساحات فاضية في خط ظهر النادي الأهلي وما قدموش غير إنه يعمل كده ويتقدم ويضغط. ونادي الزمالك بيلعب بتحفظ شوية وطلع خالد الغندور ونزل طارق السيد باك شمال وطلع طارق سعيد قدام. وادي أحمد صالح وهيلعب رمي التماس وتروح المرة تانية ياخدها هادي ورا لإبراهيم سعيد. على طول يلعبها كلها كرات مشتركة من الخلف الأمام زي ما احنا شايفين، ما بيلعبوش مع لعيب خط الوسط. ادي اول كرة اهي لإسحق، وإسحق لشكري، وشكري يلعبها أمامية انما يطحها طارق السيد لطارق السعيد. الجبهة الجديدة لنادي الزمالك بعد خروج الغندور اللي عدى مباراة كويسة، وتروح الكرة لكولوبالي وست دقايق وقت بدل ضائع. بنلعب في الدقيقة 44 وست دقايق. بقول لحضراتكم الشوط الاول ما كانش فيه كان لعب سجال، انما الشوط الثاني فيه تعطيل وست دقايق وقت بدل ضائع لهذا اللقاء. ودلوقتي بنلعب في الثواني الاخيره من زمن الشوط الثاني، والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف للنادي الاهلي. تتلعب الكوره وعلى طول سامي الشيشيني يطلعها بره الملعب. الست دقايق دي هتبقى السيناريو بتاعها حسب ما انا شايف، هجمات من النادي الاهلي واستبسال من نادي الزمالك، والهجمات الخطره من الكرات المرتده هتبقى خطره على النادي الاهلي. ادي الكره العرضيه، وادي على تطلع في نص الملعب، وادي على طول الهجمات المرتده. بقول لحضراتكم ممكن تشكل خطوره على الاهلي، انما الاهلي ما فيش قدامه غير ان هو يهاجم، ويهاجم بضراوه عشان يقدر يعوض اذا كان يقدر يعوض. طارق السيد يعدي وماشي من ابراهيم، وماشي طارق السيد ويلعبها انما يصطادها على طول ويلعبها اماميه. الكرات الاماميه لعلاء ابراهيم، ياخدها احمد صالح وعلى طول اماميه. سعيد عبد العزيز، سيد عبد الحفيظ، والكره العرضيه لحسام، وعاوز يلعبها تعدي تروح لعبد الواحد السيد. عبد الواحد بايده لطارق السعيد. بنلعب كده في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، والزمالك 2 والأهلي 1. وادي عبد الحليم ومشوار ويخش معاه إبراهيم سعيد ويخطف الكورة ويلعبها لإبراهيم حسن. عمل مجهود كبير قوي قوي يا جماعة الصراحة في الشوط الأول، الضغط عليه جامد جدا جدا من الغندور وطارق السعيد، وكان برضه بيحاول ان هو يعمل الواجب الهجومي بتاعه وشال حمل الضغط او خطه النادي الزمالك كلها ابراهيم وسيد عبد الحفيظ. تتلعب الكوره، وادي يخش حسين شكري والكره العرضيه يوقفها ابراهيم ويلعبها على طول لسيد عبد الحفيظ، يرقص كده ترقيصه لعبد الحليم ويلعبها لوليد. تتخطف من وليد وخدها سامي الشيشيني، تتخطف الكوره ابراهيم سعيد، انما الزمالك بقى في نص الملعب اهو وقتال، ياخدها هادي خشبه ويلعبها على طول كده حلوه لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين يديها لعلاء ابراهيم، علاء ابراهيم ماشي وداخل في الزحمه، وتروح الكوره لوليد يلعبها كده، انما كل الزمالك رجع ورا وشتتوا الكوره لطارق السعيد. عبد الحليم احد النجوم النهارده في لقاء النهارده، يلعب الكوره لاحمد صالح، يعدي احمد وماشي وخد فاول وضربه حره مباشره للنادي الزمالك. ادي كولوبالي، هل يا ترى برضه هيلطش الكوره بوش رجله الخارجي؟ انه بادي بقى في حيطه اهو ويشوط، وفي نص الجون يمسكها عصام الحضري، يشوط عصام. سامي الشيشيني، وادي التصويره بتاعت كولوبالي،
سعيد عبد العزيز. حسام والتابعي ورا لهادي، وهادي وتصويبه وتوصل الكوره لابراهيم، وفرصه بيزق وليد بيقول له يا اخي لخمتني، انما عبد الواحد السيد النهارده صاحي صاحي، وكاد حسام حسن ان هو يشوف حضراتكم يحط هدف التعادل وزغدة كده، انما لقاها عبد الواحد ويمسكها. مباراه قمه الاثاره والنتيجه معلقه، الزمالك متقدم 2-1 ولا زالت النتيجه معلقه حتى الان، واحنا بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضائع اللي احتسبه الحكم كيم ميلتون 6 دقائق. تتلعب كوره لعصام الحضري، وعصام الحضري على طول اماميه وياخد فاول. الحكم مدي اهو بايده عاطي اشاره فاول. تتلعب كوره على طول لسيد عبد الحفيظ اللي اتنقل ناحيه الشمال، واسحق جه ناحيه اليمين، انما طبعا التوتر طبعا على اللعيبه دلوقتي مش مركزين، وياخد الكوره ايمن عبد العزيز وراه سيد عبد الحفيظ، الاثنين احد نجوم الفريق الاولمبي، وفاول وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. بنلعب في الدقيقه الرابعه ونص، 4 دقايق ونص من الوقت البدل الضائع، والزمالك 2 والاهلي 2 في اجمل وامتع مباريات القمه منذ سنوات. عكسيه كلوبالي يلمها ادومان لكلوبالي وعاوز يلطش ولطش وضربه مرمى للنادي الاهلي. مفاجأة اللقاء النهارده 2 في تشكيل الزمالك اللي ما كانش مستر تسوبي اللي عامل حسابهم ابدا. كولوبالي البعيد بقاله زمن كبير جدا ونجح ان هو يثبت وجوده، وايضا الغندور اللي اتبنت عليه خطه نادي الزمالك النهارده. الاثنين كانوا مفاجأة للجميع وخاصة مستر تسوبي اللي نجحهم ان هم وقفوا له هشام، كولوبالي وقف له هشام، والغندور وطارق السعيد وقف له الجبهة النشطة اليمين بتاعته اللي فيها سيد عبد الحفيظ وابراهيم حسن. انما لازال الاهلي مش ساكت، وادي كوره لعلاء يوصل لها وعاوز يرقص ودخل في الزحمه واتخطفت منه، واخيرا يصفر الحكم الدولي الدنماركي كيم ميلتون بانتهاء الشوط الثاني بفوز الزمالك بهدفين لهدف للنادي الاهلي. احرز الاهداف بشير التبعي وكلوبالي، واحرز هدف النادي الاهلي علاء ابراهيم بتلك وكان معكم على الهواء المعلق الرياضي محمود بكر والمخرج ماهر تليمة، والى ان نلتقي في لقاء. بشير التبعي، بشير التبعي يحط هدف الاول في اللقاء بعد 33 دقيقه. لسه بقول لحضراتكم ان العاب الهواء بالنسبه لخط ظهر النادي الاهلي فيها كلام، والغندور يلف كوره ويقابلها بشير التبعي و يتقدم الزمالك بهدف جميل من ضربة حرة مباشرة أحرزها عبد الحليم علي. هنشوفها مرة تانية اهو، لازم نركز ونشوف الصورة تقرب شوية على محرز الهدف سيد وابراهيم على طول. الكرة العرضية وجول جول 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 علاء ابراهيم، يحط هدف جميل ومن الحتة اللي رفعها غندور في الشوط الأول وجي منها هدف، بنفس الحتة يرفع ابراهيم ويقابلها علاء ابراهيم الغير مراقب تماما من خط ظهر النادي الاهلي. بعد 5 دقائق يحط علاء ابراهيم هدف جميل قوي بوش رجله من اهداف الشيخ طه اللي كان بيعصره لاعبي الستينيات. بعد 5 دقائق من الشوط الثاني يتعادل. هنشوفها مره ثانيه اهو، الحته دي كان النادي الاهلي محروم منها، ما كانش بيتقدم ابراهيم ابدا في الشوط الاول. لما تقدم ابراهيم اهو ورفع الكرة دي، طبعا خطا الجبهه اليمين عبد اللي هو احمد صالح، واستقبلها حلوه قوي قوي علاء ابراهيم بوش رجله في الزاويه البعيده، ما يقدرش ابدا. شوف خطا مرفوعه، ما شفناش ابراهيم في الكادر ده في الشوط الاول اللي كان معمول عليه ضغط. وادي الكره اللي لعبها، وادي التصويبه الجميله اللي بوش رجله وخش على شمال عبد الواحد، ليتعادل الاهلي بعد 5 دقائق من الشوط الثاني 1-1. وتحلو المباراه، وزي ما بقول لحضراتكم التحفظ الدفاعي لنادي الزمالك عشان يمتص المحاولات الهجوميه للنادي الاهلي. اطلق قذيفه كولوبالي
كولوبالي في الدقيقه 18 زي ما احنا شايفين يتقدم مره ثانيه نادي الزمالك بهدف لكولوبالي بعد 18 دقيقه تقدم الزمالك تصبح النتيجه 2-1. شكله هيشوط وحاطط الكوره وقلت هيرتش برجل الشمال لطشه ايه لطش الكوره خبطت في ركبه ابراهيم وغيرت اتجاهها وعصام الحضري ما قدرش يعمل فيها حاجه ابدا. اهو خبطت وغيرت اتجاهها.